أنا راح أسولفها على مسؤوليتي. نروح يعني نروح نشرب شاي يم أبو صفاء قريبين علي أنا والمرحوم غني محسن الله يرحمه. الله يرحمه. ف يومية بين يوم ويوم لو نطلع الاستوديوهات لو نقعد بال يم كريم العبودي الله يرحمه الله يطول عمره. يطول عمر. فالكريم صدام يجي الشباب الرياضيين المهم. فقاعدين نشرب شاي وهذا نتناقش اكو اغنيه فصفاوي صغيرون اي صفاوي صغيره اسعدها جهال يعني سنه اسعدها جهال لا وين ممزوج اهم شيء ما تكبره فاحنا نتناقش فهي تجي على عبد اي تجي فاول يعني دلوعته اول وحده دلوعته فهو يعوفنا قلت له ترى مو خوش تعلوم علمته عليك الله قال لي شلون عيد لي قلت له ترى مو خوش تعلوم علمتك علي انا يعني بعد وصلتني قال لي حبيبي روح قعد هناك كمل اغنيه هاي بعد تقعد يمنا هي كملت اغنيه صارت انه هي مو خوش تعلوم علمتك علي انا اريد التعلوم اللي دتعلم الان الى الدلاله هو قصد